equivalent system. بهذا الموضوع راح نتعلم شلون نكتب معادلة الموشن equation لأي سيستم ميكانيكي، أي سيستم يتكون من محرك ولود أو محرك ومجموعة أحمال. نقدر هسه راح نتعلم شلون نسوي أو نكتب له الموشن equation. هذه هي الموشن equation اللي أخذناها في الفيديو السابق. Tm يساوي Tl زائد j t اوميجا باي دي تي. اغلب الاحمال واغلب منظومات الدرايف ما يكون بيها الماطور مربوط مباشرة الى الحمل، وانما راح يصير اكو بيناتهم جير بوكس، لان احتاج او الاحمال تحتاج سرعة دوران تختلف عن سرعة دوران المحرك. غالبا المحركات سرعة الدوران مالتها عالية. احنا تتذكرون انتم بدراستكم محرك 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM، بينما الاحمال غالبا ما تحتاج سرعة اقل من هذا المقدار. بصورة عامة اغلب المنظومات يكون بيها جيربوكس، يمكن الاستثناء الوحيد هو حالة الفان حمل المروحة ما نستخدم بيه جيربوكس. يعني نقدر نشوف المراوح اللي موجودة عندنا ببيوتنا، إذا كانت مروحة سقفية، مروحة عمودية، المفرغات مال هواء، هذه نلاحظ أنه الريشة أو الفان مربوطة دايركتلي إلى المحرك بدون جيربوكس. لكن باقي التطبيقات كلها راح نشوف بيها جيربوكس. مثال على ذلك الدريل الكهربائي. الدريل الكهربائي سرعة دوران البرينة هي مو نفسها سرعة دوران المحرك، وإنما أكو بالطريق جير بوكس موجود بداخل الدريل. الأجهزة الكهربائية اللي موجودة بالمطبخ، ماكينة فرم اللحم مثلا، ست البيت إلى آخره، حتى المبردة. المبردة سرعة لو نفتحها أكيد أنتم شايفين مبردة، أستخدم مو جير بوكس وإنما قايش بيلت تو بوليز وقايش. الهدف انه احصل او الحمل يدور بسرعة اقل من دوران سرعة المحرك. هذا في رسم مبسط لسيستم بي ماطور، ماطور السرعة مالته اوميجا ام، مربوط الى مربوط حمل السرعة مالته اوميجا ال عن طريق جيربوكس. هذا راح الجيربوكس راح يحول لي سرعة من مقدار إلى مقدار آخر. نسبة التحويل اللي تسمى بالجير ريشيو أو الترانسميشن ريشيو، راح نعطيها رمز I، وراح تساوي لي سرعة المحرك على سرعة الحمل. هذا الجيربوكس إذا راح يقلل لي السرعة، إذا راح يقلل لي السرعة يعني سرعة اللود تكون أقل من سرعة المحرك، راح استفاد من ناحية أخرى أن التورك مال اللود، التورك اللي راح يوصل لللود راح يكون أكبر من التورك مال المحرك، والمعادلة هي مثل ما موجودة أمامكم. إذا هذا تصرف الجيربوكس بالميكانيك مثل تصرف الترانسفورمر. تتذكرون الترانسفورمر مثلا ترفع لي الفولتية تخفض التيار، تخفض الفولتية ترفع التيار. هنا أيضا الجيربوكس إذا خفض السرعة فالتورك راح يزداد، وإذا زيد السرعة التورك راح يقل. إذا هسه أنا المطلوب من عندي إنه أكتب motion equation لهذا السيستم. ولو نتذكر motion equation يعني أنا كتبتها مرة ثانية. هذا السيستم عندي سرعة للمحرك تختلف عن سرعة اللود. زين بالمعادلة هنا الأوميجا أخلي سرعة المحرك لو سرعة اللود. إذا السيستم بهذا الوضع ما أقدر أكتب له motion equation، لازم أسوي فد إجراء حتى أقدر أكتب motion equation. إذا تتذكرون لما كنا نتعامل مع الترانسفورمر لما أخذتوها بالمرحلة الثانية، كنا لما نريد نحلل الترانسفورمر ونريد نرسم لها الإكوفالنت سيركت ونحل المسائل مالتها، كنا ننسب الكميات اللي موجودة بالسكندري ننسبها، نقول refer to primary، ننقل كل الكميات إلى جهة البرايمري،
كان عندي مقاومة ومحاثة والفولتية والتيار اللي موجودة بالسكندري كلها أنسبها إلى جهة البرايمري. نفس الكلام أنا راح أسويه هنا، لأن نفس الحالة أنا ما أقدر أكتب معادلة واحدة لهذا السيستم وهو السيستم هذا بي أكثر من سرعة واحدة. فالهدف هو أو المرحلة القادمة إيش راح أسوي؟ أحاول أنسب كميات الحمل إلى جهة اللود. أنا إيش عندي هنا كميات بالحمل؟ عندي التي لود، وعندي السرعة مال اللود، وعندي الجي المومنت أوف إنرشيا لجهة اللود. هاي كلها لازم أنسبها إلى جهة المحرك. أيضا مسألة ثانية لازم إن نتكلم بها عن الجير بوكس. الجير بوكس إذا فرضنا إنه الكفاءة مالته 100%، يعني ما بي خسائر، فالباور مال المحرك راح تساوي لي الباور مال الماطور، عفوا مال اللوت. لكن غالبا هذا الجهاز الجير أيضا يصير بي خسائر، لذلك الكفاءة مالته تكون أقل من 100%. فلازم ناخذ لما نحول الكميات من السكندري او من جهة اللود الى جهة المحرك، لازم ناخذ كفاءة المحرك بنظر الاعتبار. هنا هو الموضوع، شلون راح determination of referred load torque، شلون ننسب اللود كميات اللود الى جهة الماطور. هذه هي معادلة الباور مال اللود، هذه هي معادلة الباور بجهة المحرك، وهذه راح تظهر عندي كفاءة الجير بوكس. قلنا إذا راح ناخذ الكفاءة مو 100% فراح تظهر لازم بالقانون. هنا هسه المطلوب من عندي أريد أنسب تي لود أودي إلى جهة الماطور، فش قد راح تكون قيمته؟ اولا التي لود لما انقله الى جهه المحرك راح انطيه رمز تي ال داش، اخليه له هنا داش حتى ابين انه هذا هو التي لود بس منسوب الى جهه المحرك. معادله التي لود داش من خلال هاي معادله مساواه الباور رتبها ترتيب رياضي، فراح يصير تي لود داش يساوي للتي لود مقسوم على الاي مقسوم على الكفاءة الافشنسي مال الجير بوكس، والاي هي الترانسفورميشن ريشيو. لاحظ هنا الاي هي السبيد ترانسفورميشن ريشيو او ما تسمى بالجير ريشيو، نسبة التحويل مال الجير. والقانون مالتها هو حاصل قسمة سرعة المحرك على سرعة اللود. اذا هسه تي لود مهما كانت قيمته، اذا اعرف التيرن ريشيو او الجير ريشيو مال هذا الجير واعرف الكفاءه مالته، اقدر انسب هاي التي ال الى جهه الماطور واقدر احصل على قيمه التي لود داش. مرات يجيني الجير بوكس باكثر من مرحله، مثل هنا هاي عندي صوره، لاحظ انه هذا ماطور وبي جير بوكس، الجير بوكس بداخله اكو اكثر من مرحلة، او اكو مثلا منظومات بيها اكثر من جير بوكس، منظومة بيها محرك وهذا المحرك يشغل لي تو لودز وكل لود له جير بوكس. فممكن ان يصير بهذا السيستم، هسه نلاحظ هنا سرعة دوران هذا المحرك، هذا الشفت مال المحرك راح تختلف عن سرعة دوران هذا الشفت، راح تختلف عن سرعة دوران هذا الشفت، وهذا السيستم تقريبا يشابه السيستم اللي موجود امامي. عندي محرك وعندي لود ومربوطين من خلال ثلاث مراحل، ثلاث استيجات لهذا الجير بوكس، او خلينا نقول 3 جير بوكسز، ثلاث جير موجود بالطريق. هذا شلون راح اتعامل معه؟ تقريبا نفس القانون اللي استخدمناه قبل شويه، تي لود داش هو يساوي لي تي لود، قبل شويه كنا نقسمه على اي في الافشنسي، هنا راح نقسمه على الاي 1 اللي هو نسبة التحويل مال الجير الاول، اي 2 نسبة التحويل مال الجير الثاني، مقسم على شوف انا ايش قد عندي 4 او 5 الى اخر واحد اي ان اللي هو نسبة التحويل مال اخر جير.
ونفس الشيء أقسمه على الكفاءة مال الأول والثاني والثالث إلى شوف أنا كم جير عندي بالطريق إلى آخر واحد اللي هو الـ Efficiency N. هذه هي معادلة عامة أقدر من خلالها هسه أحول أي حمل نسبة إلى جهة المحرك. هاي هي الخطوة الأولى في سبيل أقدر أرسم أو عفوا أكتب الموشن إيكويشن لأي سيستم راح يجيني. مو فقط التورك اللي لازم أنسبة إلى جهة المحرك، وإنما حتى الجي المومنت أوف إنيرشيا لهذا الحمل لازم أنسبها إلى جهة المحرك، مثل ما كنا نسوي بحالة الترانسفورمر، كنا ننقل المقاومات والمحاثات كلها كنا ننسبها إلى جهة البرايمري. فأحتاج إلى قانون شلون أنسب الجي إل أقلبها أو أنسبها إلى جهة المحرك، وراح أنطيها الرمز جي لود داش. من خلال معادلة الكاينتيك انرجي، هذا هو قانون الكاينتيك انرجي اللي يساوي لي جي مربع السرعة على 2، راح اكتب معادلة للكاينتيك انرجي لجهة المحرك. هذه لجهة المحرك والحمل، هذه هي مجموع الكاينتيك انرجي مال كل السيستم، وهذا هو الكاينتيك انرجي ايكويفالنت المكافئ لكل السيستم. لاحظ هنا انه الجي انطيت الرمز داش، وذلك لان اني نسبت كل الجيات مال هذا السيستم، يعني هذا الجي اللي موجود هنا والجي اللي موجود هنا وهنا وهنا كلها راح انسبها اجمعها وانسبها الى جهة المحرك. فهذا الجي راح انطيه الرمز جي داش. شلون احسبه؟ من خلال هاي معادلة الكاينتيك انرجي. الجي داش ايش راح يساوي؟ احتاج الى خطوات ترتيب رياضيات، فراح احصل على معادلة الجي داش اللي هي هذه. اختصار رياضي ايش راح تساوي لي؟ الجي داش اللي هي المومنت اوف انيرشيا مال السيستم كله منسوبة الى جهة المحرك، ايش راح تساوي لي؟ الجي ام اللي هي المومنت اوف انيرشيا مال المحرك، الجي 1 المومنت اوف انيرشيا مال الجير الاول مقسم على الـ I1 تربيع. هذه الـ I1 هي نسبة التحويل مال الجير الأول، وهكذا J2 مقسمة على هذا المقدار إلى آخره، إلى أن أوصل إلى الجير الأخير JN مقسم على الـ I1 I2 IN كل مرفوع للأس 2. هذه هي معادلة احتساب الـ Equivalent مومنت اوف انيرشيا للسيستم. هسه نسبت كل المومنت اوف انيرشيا اللي موجوده بالسيستم نسبتها هذه الى جهه المحرك. هذه خطوه مهمه جدا حتى اقدر ارسم او اكتب المومنت اوف انيرشيا ايكويشن. اكو مساله اخرى، عندي بعض الاحمال حركه الموتور الدورانيه، الموتور هذا من حيشتغل هذا الروتر راح يفتر. هذه الحركة الدورانية ممكن في بعض الأحمال تتحول إلى حركة خطية، مثل هذه الرافعة اللي موجودة أمامكم، مثل المصعد، مثل السيارة الكهربائية. أساس الحركة هي بالماطور كانت حركة دورانية، لكن عن طريق فت وسائل ميكانيكية جير بوكس راح تتحول إلى حركة خطية. زين، هذا السيستم ايش قد المومنت اوف انيرشيا مالته؟ لو نلاحظ أن هنا ما عندي مومنت اوف انيرشيا وانما عندي وزن W، لان هذا الجسم يمشي بحركة خطية، بعد ما عندي مومنت اوف انيرشيا. زين، هذا ال W الماطور لما يباوع عليه لهذا ال W دي يشوفه W؟ اكيد ما يشوفه W، يشوفه J، يشوفه مومنت اوف انيرشيا، لان الماطور حركته دورانية. لذلك لازم نترجم هذا الوزن الى ما يكافئ به المومنت اوف انيرشيا. ايضا يحتاج لفت قانون يحول لي هذا الوزن الى مومنت اوف انيرشيا. كذلك التورك، هسه هذا الماطور ايش قد تورك يولد حتى تصير عندي قوه تحرك هذا الحمل. هذا الحمل ده يمشي حركه خطيه، فبعد ما يتعامل مع تورك وانما يتعامل مع فورس قوه، والسرعه مالته ما راح تكون سرعه زاويه اوميجا وانما راح تكون السرعه في. فهاي كميات الحركة الخطية لازم أحولها وأنسبها إلى
كميات حركة دورانية وأنسبها إلى جهة المحرك. راح أستفاد من قوانين الفيزياء البسيطة هاي نتذكرها، هذا هو قانون الباور بالحركة الدورانية، قانون الباور بالحركة الخطية. هاي مرة ثانية أذكركم هذا هو الإفشنسي مال الجير بوكس. من خلال هاي المعادلة راح أقدر أحصل قيمة التي لود، هذا التي ال داش. التي ال داش هذا شنو معناه؟ هذا هو القوة المطلوبة لتحريك الحمل منسوبة إلى جهة الماطور اللي هو التي لود داش. ايضا احتاج خطوات ترتيب رياضيات، فراح يطلع لي هذا التي لود داش، هذا هو القانون مات. هسه اي حركه خطيه، من اعرف الوزن، من اعرف السرعه، اقدر احول ما يكافئ هذا الحمل ب بكميات حركه دورانيه منسوبه الى جهه المحرك. ايضا مثل ما اتفقت وياكم قبل شوية، هذا ال W أرد أحرف وأحوله إلى قيمة J، إلى Moment of Inertia منسوبة إلى جهة المحرك. أيضا استفاد من قوانين الفيزياء، هذا وقانون الكاينتيك إنرجي، الكتلة في مربع السرعة، هذا جهة الحركة الخطية. قانون الكاينتيك إنرجي بجهة الحركة الدورانية الجي أوميجا، أحصل عليها ببعض الخطوات الرياضية، راح تطلع الجي أوميجا، عفوا الجي داش، الجي داش اللي هي المومنت اوف انرشيا للحمل، هذا الوزن اللي هو الوزن اللي مقداره دبليو منسوب إلى جهة المحرك. هذا هو قانونه، عبارة عن الكتلة مضروب في السرعة، السرعة الخطية مقسم على السرعة الدورانية للمحرك. الكتلة شو تساوي لي؟ تساوي لي ايضا بقوانين الفيزياء، احنا نعرف انه الوزن يساوي لي الكتلة في التعجيل الارضي، هذا سمول جي هو التعجيل الارضي اللي هو 9.81. فالكتلة ايش راح تساوي لي؟ الوزن مقسوم على التعجيل الارضي، فاعوض مكان الام اعوض دبليو على جي، فهذا هو قانون الجي داش، هذا هو الكتلة دبليو شون حصلت عليها وشون او شون نسبتها الى جهة المحرك. هاي الدبليو لما راح انسبها الى جهة المحرك راح يصير جي داش، وعرفنا القانون مالتها.